استماع لمجلتنا الأثيرية اليومية صباح الخير من طرجة. كل يوم بدءا من الساعة 9 صباحا على أمواج إذاعة طرجة. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في صباح الخير من طنجة، ودائما وديع بن رحمون وخارج تبات. أعزائنا المستمعين، نصل الآن إلى الفقرة التي سوف نضيء فيها الجمعية متميزة ونوعية كذلك لأول مرة شخصيا أسمع بها، جمعية الرحالة لهواة المشي. قبل أن نتحدث عن هذه الجمعية والأنشطة التي تنظمها، أكيد تعلمون أعزائي المستمعين أن للمشي فوائد صحية عديدة ومتنوعة، فمن المساعدة إلى المساعدة على يعني الحد من بعض الأمراض وتقليل من الإصابة بها، كمثلا الكوليسترول، التخلص من بعض الدهون، انتظام نظام ذرات القلب ونبضات القلب، يعني واحد مجموعة ديال الفوائد الصحية. سوف نحاول أن يعطينا الأستاذ محمد زهير حمان رئيس جمعية الرحالة لهواة المشي بمعية الأستاذ نوفل بوهوت الكاتب عام للجمعية، وهو كذلك أستاذ بالثانوية التأهيلية عبد الخالق الطويس. وأشير على أن السي محمد زهير حمان هو يعني أحد المشغلين بالقناة الفضائية ميديا أن تي في. فمرحبا بكم معنا داخل الاستوديو السي محمد حمان، ومرحبا بالسي نوفل بوهوت. شكرا. أهلا وسهلا والجمعة مباركة. شكرا استضافة. أهلا وسهلا عليكم. سي حمان، لما تلقينا قلت لي كاين واحد الجمعيه ديال المشي، انا استغربت حقيقه. كنشوفوا بعض المرات بعض الاجانب بمدينه طنجه، كنشوفوهم كيخرجوا كيتمشاو او عندهم واحد مجموعه ديال الالات على شاكله يعني الدرجات الهوائيه او الدرجات الكهربائيه، وكيقوموا بواحد المجموعه ديال الرحلات. ولكن لاول مره كنعرف على ان مجموعه من الشباب ديال مدينه طنجه وكينتظموا في جمعيه الرحاله اللي هو المشي، وكيقوموا بقطع مسافات اللي هي طويله وفيها نوع من الاستجمام. فحقيقة الجمع بين هذين الأمرين ديال المشي والاستجمام أكيد فكرة ممتازة. كيف جاتكم الفكرة الأولى لتأسيس جمعية خاصة غير بالمشي؟ وكما ذكر سي نوفل الله يخليه قبيلتي، قال لي خاصة بالدلع. الدلع هذا مصطلح مدام سمعناه، مصطلح طنجاوي كيدلعوا. السلام عليكم، صباح النور على جميع المستمعين ديال إذاعة طنجة، وصباح النور على جميع هواة المشي. نبدأ من آخر مصطلح ديال الدلع، فهو اللي اجتمعنا عليه صراحة أول مرة كنا أنا ونوفل ربما في أواخر سنة 2013. هذا هو اللي جمعنا أول مرة، هو مصطلح الدلع اللي هو مصطلح طنجاوي وقديم. ياك بديتوا بهذا المصطلح هو اللي جمعكم. يلا حقيقة بعض المصطلحات الإشارة باش نفتحوا واحد القوس صغير جدا، هناك بعض المصطلحات الجميلة في اللهجة الشمالية خاصة الطنجاوية، واللي هي فيها واحد المصطلحات هي خليط ما بين نبضات المجتمع، خليط ما بين بعض الكلمات الإسبانية واللغة العربية، وعطات واحد تركيبة جميلة جدا. وأنا هنا للإشارة أنوه بسبب واحد ستيتو عبر شبكة الفيسبوك، لأنه كل مرة كيختار بعض المصطلحات اللي كيشير لها. بين قوسين ربما خرجوا على الهدف الأول اللي جينا له ديال الجمعية، فعندنا واحد صفحة خاصة في الفيسبوك لمجموعة مصطلحات طنجاوية قديمة، وليك جم... انا وليك هذه ربما كنت الان نعمل واحد حلقه خاصه على هذا الموضوع. وليك تجمع طنجة والعالم، يعني كاين طنجة في امريكا، في اوروبا، في استراليا، فهم اعضاء في هذه الصفحه هذه، هما ناشطين نسجل هذا الموضوع لان حقيقه كاين بعد اسمح لي، وكاين بعد التوحف ديال المصطلحات الطنجاويه قديمه اللي سناساها الجيل دابا وكتذكر لحد الان في ذاك المجموعه، مصطلحات طنجاويه قديمه. عجيب جدا، لان هذا مهم جدا. انا اعطيك مثال بسيط جدا على كل التقيت في مرحلة كنت مازال أتابع الدراسة ديالي في معهد فهد للترجمة في سلك الماستر، التقيت بباحثة إسبانية كانت تدرس المصطلحات الإسبانية أو المفردات ديال اللغة الإسبانية المتداولة بشمال المغرب، وهي دراسة سوسيولوجية من هذا الجانب، وتقوم بعملية الترجمة كذلك لبعض المصطلحات اللي كانت تداولوها حنايا
منطقة ديال الشمال، وهي مصطلحات إسبانية والترجمة ديالها على المستوى الإسباني وثم المدلولات ديالها. فهذا حقيقة اهتمام مهم جدا وبحث اللي ينبغي، على أن حتى الباحثين السوسيولوجيين مرتبطين بتطور البنية الاجتماعية داخل مدينة طنجة خصهم يبحثوا في المصطلحات ديال طنجة القديمة في مشات عاد ما بقناش كنتداولوها، في الحين اللي كانوا بعض المصطلحات يعني ممتازين وعندهم واحد اللكنة واحد الجمالية. إذا هذا موضوع آخر إن شاء الله نرجعوا إن شاء الله. ومن هنا كنوجه التحية للأعضاء ديال المجموعة ديال المصطلحات الطنجاوية القديمة اللي ربما كيقصروا الليالي في تداول هذه المصطلحات. عطا الله الخير، نخليوها الفرصة قديمة إن شاء الله. نرجعوا نخرجوا من هذا الموضوع نجيو عند عندك السي زهير باش نتحدثوا على الجمعية. إذا جمعتم بداية والبداية النقاش الأولي هو مصطلح ديال الدلاء، إذا كيفاش تطورت الأمور إلى تأسيس الجمعية ديال الرحالة؟ بداية كانت في الرميلات اللي كيف ما حدثنا كنا انا والاخ نوفل. نعم. فمنين كنا كنتداولوا فاحنا سنوات وحنا اصدقاء، ولكن واحد القضيه اللي كانت خافيه على بعضيتنا، هو اللي عنده الهوايه ديال المشي وانا عندي الهوايه ديال المشي، وكل واحد كيمارسها في اطار مجموعه ديالو بوحديته. يعني انا قبل 2014 يعني 11 يناير ديال 2014 هو تاريخ التاسيس الفعلي ديال الجمعيه، فقبل من بسنوات اولا انا كنعمل هذا الرياضه رفقا مجموعه من الزملاء، يعني عندي واحد مجموعه اخرى كل مره اللي مشينا مثلا طنجه تطوان طنجه العرايش. طبعا هادشي ماشي على الاقدم، مشينا من الشاون نصطيحات مده ديال 3 ايام ونفشينا الاخ نوفل. ولكن ايش سمعت هذه الفكره انا ونوفل واضافه بعد الاخوه اخرين في الجمعيه، فكان الهدف هو تاسيس الجمعيه تجمع اللم والشمل ديال هذا الاعضاء الناشطين بطنجه. سي نوفل، انت كاطار ديال التدريس ديال التربيه والتعليم، قد نقول على ان قد تكون لك هذه الهوايه، ربما الكثير من الناس ما عندهمش هذه الهوايه، يقدر يخرجوا يتمشوا شويه في المدينه، ولكن باش ياخذوا واحد المسافات ديال الدلع لمسافات طويله اكيد واش جبرتو يعني صعوبه باش تلموا واحد مجموعه ديال الشباب والناس شباب وحتى الناس كبار اللي عندهم نفس الهوايه ديال المشي وقطع المسافات الطويله. تحيه للاستاذ خالد، تحيه للمستمعين ديال الاذاعه. مرحبا سي نوفل. هي مساله المشي هو في الحقيقه هي لا تنفصل عن الطبيعه ديال الانسان. الانسان بحكم طبيعته وبنائه المورفولوجي الجسماني وكائن يمشي، خلق ليمشي. المشي اذا هو لا يمكن ان نفصله عن الطبيعه الانسانيه، فاذا لم نمشي فنحن نعطل الجزء الطبيعي الحقيقي فيه. والمشي عموما انا بالاشاره الى مدرس ماده الفلسفه وكنعرفوا ان الفلسفه الارسطيه تسمى بالفلسفه المشائيه او التقليد الارسطي في الفلسفه العربيه تسمى بالفلسفه المشائيه، ويقال بان ارسطو كان يعطي دروسا لطلبته وهم يمشون يعني. فالمشي اذا هو ماشي ثقافه جديده يعني، فعلا اليوم نتحدث عن ضروره المشي في اطار الظواهر التي اصبحنا نعيشها اليوم. ربما البنيه الاجتماعيه التي تؤثر على طبيعه وعلى استمراريه هذه الطبيعه، لان تقيدنا بطبيعه الحال واحد مجموعه ديال الممارسات. العمل اليوم كنخرجوا من الشغل كنشربوا تاكسي او اللي عنده الطوموبيل كيجي للعمل كيجلس كيقضي الشغل ديالو اذا كان العمل يعني يتطلب النوع من الجلوس، عاود كينتهي كيمشي عاود كيرجع للدار ديالو عاود يعني في التاكسي عاود اذا خرج في العشيه اذا مشى عند الاصدقاء خصو يجلس. بمعنى هذه الثقافه عندنا كلها مرتبطه بالقعود. بهذا ينفصل الانسان عن طبيعته. الحياه المعاصره والمجتمع المعاصر هو مجتمع فعلا فعلا يقيد يعني هذه الطاقه اللي عند الانسان هي المشي. وطبعا بعض الدراسات تثبت على ان المشي اساسي لتطور الذكاء عند الطفل. الطفل اذا تاخر عنده المشي فيتاخر عنده كذلك حتى النمو الذهني. فهناك علاقه وثيقه ما بين الرجل و واكيد على ان من كنقول المشي القدره على المشي اكيد يصاحبها يعني التزاقا والتزاما واحد الصحه واحد العافيه المتعه ياك. ولما كنقول الصحه والعافيه اكيد على ان هذا ينعكس على المستوى الجسدي وعلى المستوى الذهني والعقلي ديالو. واش جبرته يعني خارج هذا الاطار النظري اكيد سوف نرجع عليه انه مهم جدا، هل جبرت واحد المجموعه ديال الشباب اللي هم نفس الميولات نفس الهوايه او لا هاك الشيء صلى الله بديتو كنقولوا حنا كتفتشوا عليهم بحبه بحبه؟ ابدا ابدا بالعكس، هناك يعني اقبال كبير جدا على هذه المساله، لدرجه اننا حنا ملي كنكونوا مثلا غننظموا شي رحله
لا يمكننا أن نضع المجال مفتوحا للجامع. للأسف نحن حبذا لو كنا نستطيع ذلك، ولكن طبعا في إطار يعني شروط تنظيمية يعني يصعب أن نتحكم في كم من هائل طبعا من المشارك، وبالتالي في غالب الأحيان يعني لا نتجاوز العدد ديال 16 أو 17 واحد باش كيبقى يمكننا نتحكموا في الرحلة ما يكونش العدد كبير. وسيزوها يمكن يزيد يدفن كما شفت يا أستاذ خليل في البداية ديال البرنامج، أنك أول مرة من ساقينا استغربت الفكره، ربما ماشي نسينا اول واحد اللي ماشي استغرب الفكره. فالبدايه ديال المشروع ديالنا ملي كنا كنقولوا راه حنا عملوا خرجه ماشي على الاقدام، راه كان مجموعه ديال الاصدقاء والمقربين ديالنا سواء في العائله في جيران الزملاء ديال عام كنا بهذا المصطلح واش هما حمق باش عرفتوا مثلا تمشوا، ولكن كيف ما قال الاخ نوفل فدابا مؤخرا فكنلقاو صراحه مجموعه من الطلبه سواء في البريد الالكتروني في الصفحه ديال الفيسبوك، مجموعه من الاصدقاء وناس ما كنعرفهمش يقول لك بان ملي تكون شي خرجه عندكم، وربما كنتلاموا في كثير من الاحيان علاش ما خبرناش علاش ما عملناش اعلان قبل ما ننظموا رحله. نعم كما ذكرت سي نوفل، اذا اصبح المشي ضروره لان هناك مجموعه من المقيدات الاجتماعيه وهذا الامر انعكس صحيا على الناس. حنا كنشوفوا المشكل ديال السمنه، كنشوفوا المشكل واحد المجموعه ديال الامراض اللي كترتبط بالضعف قله الحركه. إذا بالنسبة لكم أنتم ليس فقط تقدمون واحد نشاط ترفيهي، بل هي خدمة صحية يعني للأشخاص اللي كيمشيو معكم في هذا من الأهداف ديال الجمعية. فعلا بين الأهداف ديال الجمعية طبعا أهداف رياضية توعوية، ويمكن أهداف صحية ربما سينا في الصيف تقديم ديال البرنامج ديالك. وأكيد ما عرفتش أنا واش سبقتكم ديرتوا شي ندوة شي دواء تكوينية حول أهمية المشي مثلا في يعني في تقوية الصحة ديال الإنسان والبدن ديالو، ربما فهاد الشيء ممكن تفتحوا. فهمني هنا غنسولكم شنو هي نوعية الأنشطة اللي كتقوموا بها داخل الجمعية؟ طبعا هو فيما يتعلق بالأنشطة لحد الآن نحن لحد الآن اكتفينا لحد الآن بتنظيم الرحلات المشي على الأقدم، ولكن فيما يتعلق بالأنشطة التي نحن نسعى إلى أن ننظمها مستقبلا إن شاء الله، وهذا طبعا عندنا مستطر في القانون الأساسي ديال الجمعية، من بين الوسائل التي نشتغل بها هو تنظيم ندوات موائد مستديرة بالتنسيق مع أطباء مع مختصين في مثلا علوم التغذية مثلا، ولي من أجل أن نساهم في نشر واحد الوعي الصحي بضرورة الماش يعني ومحاربة بعض الأمراض اللي هي الخطيرة ديال العصر. نعم إذا سمحتي لي سي زهير دابا نجيو للقضية ديال الدلع اللي كنقولوا حنا نمشي وفين وصلتوا لهنا؟ أنتم في طنجة عاد دلعوا دابا فين يسبق لكم المحطات أو يعني الدلع السابق نسميه هكا فين تاني وصلتوا؟ وشحال المدة الزمنية؟ بلاتي دابا قلتي لي ودابا كنتعرف انه في الاولى ديالي ثلاث ايام واش تمشي كامله تمشي ديالنا ولا شنو؟ هذا كان مشروع شخصي عملنا قبل ما تاسست الجمعيه، كنت انا رفقه ديال بعض الزملاء سبعه بينا، كنا مشينا طبعا من الشاون نصطيحات مده ثلاث ايام مشي على الاقدم، يعني يومين لسنا في الغابه يعني كنديو المعدات ديالنا في بيتو في الغابه في جوار الوادي وفي اطار الجمعيه الحدود الان فعملنا 9 ديال الخرجات. نعم في 2014 عملنا 9 خرج، دابا حنا في 2015 عملنا 2 ديال الخرجات. المناطق اللي يمكننا نقولوا بان مشينا لهم، اول خرجه اللي ابتدانا بها هي في مشينا من خميس دانجرا، طبعا مشينا في السياره من طنجه من خميس دانجرا في السياره باش ما يعتقد شي واحد على انكم كتخرجوا من الدوله على المشي. لا يعني ممكن ملي كنحددوا المسار ديال الرحله كنقولوا من الى، يعني مشينا من طنجه اول خرجه كنتكلم عليها، مشينا من طنجه خميس دانجرا في السياره وتما بدات الرحله، يعني خرجنا من خميس دانجرا حتى الرينكون مشينا على الاقدم، والمده كانت بقات حوالي 9 ديال الساعات. 9 ديال الساعات نعم طيله اليوم، وثلاثها مجموعه من الخرجات، مشينا المنطقه ديال الحاوز اللي هي ايضا بجوار خميس دانجرا، مشينا المنطقه ديال بني مصاور، كانت واحد الخرجه قصيره نوعا ما حتى هي طويله سميناها مسار القاسمين. انطلقنا من ضريح سي خالد سي خالد كيستغرب هذا المصطلح يعني كاين واحد الضريح ديال سيدي قاسم في دردد وخرجنا تما عبر شاطئ مرقله كاب سبارتيل حتى خرجنا من ضريح ديال سيدي قاسم اللي بجوار المطار. نعم المسافه تقريبا كانت بقات واحد 9 ديال الساعات. نعم بالنسبه للمسافات داخل الفضاء الحضري او قريبه منه بحال هذا المسار هذا، ربما يعني الساكنه مدينه طنجه والضواحي كيعرفوها، ولكن اذا تكلمنا على المسارات
يعني خارج المدينه ديال طنجه، واش كاين هناك شي واحد اللي كيوجهكم بهذه الطريقه؟ كاين هي شي واحد له معرفه بالمنطقه، او لا كتقولوا بسم الله توكلنا على الله في الاتجاه في الاتجاه شرقا او غربا او شمالا وكتبداو؟ وغالبا كيكون هذا الخيار الثاني هو اللي كيكون عام، وكنتوكلوا على الله وكنتمشوا. بعض الحالات كيكون معنا مرشد او ابن المنطقه، ولكن في الغالب كنخرجوا على المسار ديال المرشد. ونعطيك حاجه اخرى صغيره، كنا من حدود الان يعني من 9 ديال خرجات في 2014 وجوج في 2015 شي 11 خرجت، ما فيهم وحده خارج الوطن، ماشي على الاقدام. ماشي على الاقدام، يعني كانت مشينا لاسبانيا، كان المسار هو من جبل طارق الى مدينه طريفه، يعني مدينه طريف بن مالك. اليوم الاول تمشينا من جبل طار، يعني من الحداده ديال جبل طار الجزيره الخضراء. اليوم الثاني اللي هو كان اصعب، مشينا من الجزيره الخضراء للطريفه عبر مسالك واعره جبليه، نعم. كانت قاصحه. نعم، هذه المسالك نتكلموا عليها. اذا مسالك واعره بجبل طارق الى الطريفه، ولكن المسالك الواعره هنا بمنطقه الشمال او المسافه، حنا ملي كنقولوا خميس طلنجره هذيك المناطق فيها واحد النوع ديال التضاريس، ماشي سهله ماشي بسيطه، ولكن هذه المسالك هذا واش ما شكلكش بالنسبه لل يعني المشاركين الرحاله مجموعه من الصعوبات؟ وشنو هي يعني الاستعدادات اللي كتقوموا بها من اجل التغلب على هذه المشاكل وهذه الصعوبات؟ طبعا هو في بعض الاحيان كيكون التحدي هو اننا ندوزو شي مسلك اللي هو يبدو انه صعب، كيكون التحدي ملي كنحققوا ملي كنقولوا مسلك صعب يعني بمعنى شي جبال منحدرات. مثلا حنا في واحد الرحله كنا مشينا استغرقت يومين، كنا باتنا كذلك في الغابه، كنا طلعنا القمه ديال تدغين، بدينا طبعا الرحله من قريه ازيلان تما في المنطقه ديال كتامه، وطلعنا يعني طلعنا لتدغين باتنا في الغابه، ومن بعد كملنا الطريق. كتقولوا باتنا في الغابه، ربما حتى يعني الراغبين في الالتحاق بالجمعيه ملي كيسمع باتنا في الغابه راه انهم يدخل لهم شويه ديال الخوف. لا لا ابدا، كنكونوا مستعدين، كيكون عندنا المعدات، عندنا الخيام ديالنا، عندنا لي ساكوش ديالنا، عندنا المسائل ديالنا كلها. بمعنى كل واحد اللي كيكون كيتمشى راه عنده الساكوش ديالو، الساك ديالو، عمل فيه جميع المعدات ديالو. وكاين واحد النوع ديال العناصر فكيقولوا اذا ما كانش بيسار احنا ما نمشيوش معاكم، يعني كاين واحد الجزء من المغامرين ديال هو المشي، كيقولوا راه حنا منين نمشيو ستكون شي حاجه ديال بياتا وشي حاجه طويله، انا نمشي اذا كانت شي حاجه ديال خمسه ساعات ست ساعات فما تقولوها لنا. اذا كاين اللي كيرفع المستوى الدوزاج ديال واكيد كاين اللي خصو شويه المستوى يعني اقل، فاحنا كنطلبوا في حال اللي قلتي بعض الرحلات اللي هي غير في الضواحي ديال مدينه طنجه، مثلا في المنطقه ديال دنابو، المنطقه ديال اجلان، وما الى ذلك، كيكون كاع يمكن نظمنا واحد المره رحله كاع فيها حتى النساء يعني كانت الاسر وما الى ذلك. نعم، فهذه النقطه بالضبط، هل تشتغلون على ترتيب وعلى يعني واحد المنهجيه اللي تقدر تقولوا هاتي رحلات من مستوى معين؟ هذه رحلات من مستوى معين، وكل مستوى له نوعيه من المستهدفين، بمعنى بحال هذه الرحلات اللي يقدر يشاركوا فيها حتى الاسر، الانسان يقدر يشارك الاهل ديالو، الوليدات ديالو، حتى هما يخرجوا يتعلموا حتى هما يمشيو. هل لكم هذه التصنيفات والتخطيطات في البرمجه ديالكم؟ اكيد حنا بصدد يعني تهيئ لي يعني تصنيف الرحلات، رحلات خاصة بالأطفال، رحلة وفات الإطار غادي نسقوا مع واحد بعض الجمعيات اللي نضموا لهم رحلات، نعملوا رحلات خاصة بالتلاميذ، نسقوا مع كجمعية نسقوا مع النوادي ديال بعض المؤسسات التربوية، وحنا عملنا واحد يعني واحد المبادرة الأولى وكانت يعني ناجحة، إن شاء الله في المستقبل حنا فعلا عندنا هذا الهاجس هذا أننا ننظموا رحلات وفق يعني تصنيفات، وبالتالي المشاركين غيبقاو يعملوا لنا استمارات، وديك من خلال ديك الاستمارات حنا يمكن نقولوا هذا غادي يكون في هذه الرحله هذه وهذا غيكون في هذه الاستماره. بمثابه واحد النوع ديال التدريب، الانسان اللي ما عندوش القدره يقطع مسافات طويله يكيبدا بواحد المستوى معين، ولما كيتقوى شويه وكيتناس شويه مع المشي يقدر يدوز المستوى الثاني وهكذا. هذا هو التحدي ديال الجمعيه السي خليل اللي اسمه ثقافه المشي، لان المواطن تكون عنده ثقافه المشي. يعني كيف ما التلميذ اللي كان من محاوله يكون تلميذ صغير ديال الابتدائي يكون عنده مسافه يقطع واحد خمسه ديال الكيلومترات او ثلاثه، منين يكبر اذا مثلا قلنا ايام، فتكون عنده تربيه ديال ثقافه المشي. وهذا النوعيه اللي كان كيف ما قال السينوفاك نحاولوا نحددوا نوع الخرجات، فان شاء الله نحاولوا نعملوا مقترح خرجه خاصه بمرضى السكري، خرجه خاصه بالنساء،
نعم. طبعا على حسب السن وعلى حسب القدره ديال كل واحد. خرجه خاصه بالتلاميذ. نعم. بغيت نسولكم في هذه النقطه، واش في احدى الخرجات ديالكم عتيه وحالات ممتعه ما وقعتكمش بعض الحوادث مثلا شي شخص مشارك قتلوا حادثه اما اصيب اما طاح اما كذا، كيف تتعاملون مع في مثل هذه الحاله؟ الحمد لله الحمد لله باقي لحد الان الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه. الحاله ما اذا تصادف كي مشى معنا شي صديق مثلا كان كيعاني من شي مرض، شايف حنا عندنا واحد القاعده كنمشيو نمشي بقدره ضعافنا. نعم. يعني كيفاش ضعفائكم بالضبط؟ نعم. بغيت نسول نقطة أخرى وهي المرتبطة بالقدرة على المشي. أكيد على أن هناك رغبة، كاين شي واحد يقول لك لا سيدي بغيت نمشي وكذا وغنتمشى ما تكونوا هانية، ولكن غير كتقدر ساعة الأولى ساعة الثانية ساعة الثالثة يقدر يعيا. ياك شنو هي يعني أكيد سوف تتناولها شوية تعملوها إلى آخره، ولكن كاين هناك واحد العنصر مهم جدا أو الاحتياط الأساسي بالنسبة الانسان اللي عيطرب واحد المسافات كبيره بزاف، وهو نوعيه الحذاء او الاسباب ديالها بحال كنقولوا حنايا باللغه الترجويه سرقاطه اللي عايلبسها، اكيد خاصها تكون يعني واحد النوعيه خاصه اللي تقدر يعني تحقق له واحد النوع ديال التوازن والنوع ديال القدره على المشي المسافات الطويله. نقدر نقول لك خليل فالحذاء فكيشكل بالنسبه لنا ربما 75% من واجب ديال الرحله. يعني 75% يعني اهم من الاكل. يعني الحذاء تقدر تصبر بالجوع ما تقدرش تصبر على الحذاء ديالك. بمعنى اذا مشيتي وانطلقتي في المسار وكان الحذاء مزعج. نعم. ما يمكنش. ما يمكنش يتصامح. ابدا. فالانسان لان علاش كاين احذيه خاصه طبعا حنا ماشي لان كاين الاحذيه الممتازه فالثمن ديالها ربما غالي وصار لك. انا ولكن الاحذيه احذيه خاصه بالمشي. يعني تصمم لهذا الغرض. اكيد بالضبط. كاين كيف ما كاين احذيه خاصه بالثلج، احذيه خاصه بالرمال، احذيه خاصه بالغابه، احذيه خاصه بالتسلق، احذيه كتحاول تجمع بين مسارين فهنا كيكون الثمن حتى الاثمنه ديالها كتكون مرتفعه. نوعا ما حوالي 1500 درهم كتوقف توصل حتى 2000 درهم الاحذيه الجيده. طبعا هادشي ما يكونش في تعجيز، كاين احذيه متوسطه اللي كتمنع على 400 ديال الدرهم، وفي الغالب للاسف هادشي ما عندناش احنا موجودين. كنرجعوا دائما ثقافه المشي، ما دام ما عندناش ثقافه المشي فحتى في البضائع ديالنا وفي المعروضات ديال المحلات الخاصه بتجاره الملابس الرياضيه كنفتقدوها. الاخوه كيحاولوا يجربوها من اوروبا هذا المعدات. نعم. اذا هذا ليس شرطا تعجيزيا بقدر ما هو واحد المجموعه ديال الاحتياطات اللي يقدر الانسان يقوم بها اثناء يعني الاستعداد ديالو باش يقوم بواحد الرحله معينه. شنو هما الاستعدادات الاخرى اللي يقدر يقوم بها واحد الشخص باغي يشارك في هذه الرحله لمسافه طويله؟ نقدر نقولوا مثلا واحد 10 سوايع ديال المشي. اول حاجه تكون طبعا كيشوف انه يستحمل ماشي 100% عنده القدره باش يمشي هذه المسافه. هذه ملي كنقولوا مشي هذه المسافه نعطيو الصوره للمقربون للصوره للمستمعين الكرام. ملي كنقولوا مشي واش ماشي بالهواله ماشي سريع بواحد السرعه معينه، حنا كنقولوا خفف رجلك شويه او لا ماشي شويه الهويله حنا ماشي وحنا كنتباصاو كنديو عينا وكنتاروا. يعني شنو النوعيه ديال المشي انتم كتقصدوا؟ المشي ديال المتعه، هذا هو المشي اللي كنتمشاوه. يعني كنمشيو بحال كنقولوا حنا ما ماشيينش مسخرين، ماشيين عبر جوله عبر لتحقيق متعه. فكنمشيو بايقاع متوسط، ما نقولوش بطيء ما نقولوش مرتفع، ماشي بان واحد المنظر يستحق التصوير، منظر يستحق التامل. كنوقفوا احد شي حد عيا كنوقفوا نستمع. كاين فترات ديال الغداء فترات خاصه هنا يعني بالنسبه للغداء كل واحد كيجبد الساندويتش ديالو ولا كتبلو شي حاجه مجموعه؟ هذاك الشيء بعض المرات على حسب طبيعه الرحله. مثلا في الرحله اللي عملنا في اغلب الاحيان كيكون كل واحد كيوجد راسو، ولكن ملي كيجي الساعه ديال ما كاينش هذاك الشغل ديال التويجنات كنعملو يعني الامور كتحكي. عملنا هذه القضيه ديال التويجنات في الرحله ديال تدغين اللي كنا باتنا فيها، فهنا كنا عملنا غداء جماعي. وفي الغالب ملي كنمشيو خرجت من فريق يعني ديال يوم واحد في الغالب كنرجعوا دائما مصطلح طنجاوي كنديو الطرطيه. ولكن الطرطيه خصك تكون عندك الواحد ديالو في الاخر كيكون كل شيء كل شيء يعملوا من سنه الاشاعره. نعم. غير واحد السؤال السي خالد نضيفها قبل ما ننتهي، هو من بين الاهداف الاخرى ديال الجمعيه اضافه طبعا للجانب الصحي والمتعه والاستجمام وما الى ذلك كاين الجانب التوثيقي. يعني احنا من خلال يعني واكتشاف المناطق البلاد، اكتشاف يعني الاماكن اللي كيسخر بها المغرب وما الى ذلك، يعني هو وثقوا
يعني الاماكن اللي كنزوروها حتى اذا كان على مستوى مثلا بعض اذا كانت مثلا قرى نعرفوا النوع ديال اللباس اللي كيمرسوا اللي عندهم الانشطه يعني الجانب التوثيقي ونختم بها لان الحديث معكم دو سجون وفوتنا في الزمن ديال الفقره. بغيت نسول يعني في كل حاله هل تفكروا في هذا الجانب التوثيقي على ان يكون واحد النوع ديال ليس تقريبا وانما واحد النوع ديال الكتابه حول المنطقه التي تمت زيارتها هذا جانب ثم بالاضافه الى يعني اكيد على ان المشاركين كياخذوا صور واكيد بعض المرات كيكونوا مع الصور الجميله جدا هل تفكروا في مرحله معينه على انكم تجمعوا احسن هذه الصور تعرضوها وهذا اكيد سوف يشكل واحد خزان يعني فوتوغرافي جميل جدا وفني وربما حتى ماده بحثيه للمهتمين في هذا حاليا نقدر نقدر عن حدود الان ان اكثر من 5000 صوره 5000 صوره اكثر من 5000 صوره على ما اعتقد في اكثر هذه الخرجات هذه انا كان كنعرفوا دابا الزمن ديال الرقميات فكل واحد مع الاف صور لا وين كاين صور جميله وما يمكنش تلاحظها وتوصل لديك الاماكن الا اذا مشيتي على رجلك واخا عندك سياره راه ما صالحاش ما صالحاش مشيتي على رجلك الصور ديال النباتات والزهور كل نبته بوحدها كنصوروها وزهره جميله كنصوروها قد يطلبوا منكم او يطلبوا منكم يعني مجموعه من الباحثين لسو أدري قد يكونوا باحثين في الجيولوجيا في البيولوجيا في علوم الطبيعة بشكل عام على أنهم شي نهار يشاركوا معكم ويقوموا بهذه الرحلات وهذه مناسبة استجمامية طبية وعلمية في نفس الوقت وعندنا فكرة السي خليل سمحتي خصنا باغي نعمل واحد الندوة أو محاضرة لأطرنا أحد الدكاترة المختص بعلم النباتات أو الجيولوجيا لأن كنمروا بعض الأماكن اللي كنلاحظوا شي حاجة غريبة وما كنفهموهاش صراحة خصنا حنا خصنا تكوين ماشي الناس هادشي ديال الافلام عيب لا ابدا شي نباتات هيدا حتى حدا وقع شي حاجه خوفوش غير بعض الزهور النباتات حنا من تقليد الشباب ديالنا هادشي قول دوزنا شي قدام شي كرموصه شي حاجه شي جنان شي حاجه مزيانه شكرا سي حماد شكرا سي نوفل اكيد حديث دو شجون ولكن باقي مجموعه من الفقرات اللي كنا عاود كذلك نركوا عليها تبارك الله عليكم فوق الشهر احنا المقبل يعني هذا هو النقطه لا الشهر المقبل في مارس طبعا يكون جو ربيعي فمرحبا بجميع المشاركين وهذه دعوه اول مدعوم باش يخرج معنا هو الاستاذ خالد الشطيباس ان شاء الله للتواصل معكم عبر صفحه الفيسبوك نعم عندنا صفحه الفيسبوك يعني اي واحد يكتب باللغه العربيه جمعيه هواه المشي بجمعيه الرحال وسيجدونا ان شاء الله وعندنا الفريق الالكتروني rahaladotonge@gmail.com وشكرا للجميع شكرا جزيلا سي محمد زهير حمان رئيس جمعيه الرحاله لهواه المشي بطنجة شكرا جزيلا سي نوفل بوهوت الكاتب العام لجمعيه تبارك الله عليكم والله يوفقكم ان شاء الله سبحانه وتعالى تبارك الله عليكم شكرا الى اللقاء